السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم ان انا اصلا بتاع الجريديان ديسنت اللي انا كنت شرحته على البورد اخر مرة، بس هنفهمه هنا بقى من خلال السبايدر عشان نشوف الرن بتاعه. اول حاجة احنا كنا قلنا احنا كان عندنا الرسمة، يعني خلينا نشوف الرسمة كده مع بعض. كان عندي يعني كان زي الرسمة دي كده، وكنت عاوز اوصل للنقطة اللي هي هنا اللي هي جلوبال مينيموم، اللي هي عندها اقل قيمة للجي او اقل قيمة للكوست فانكشن بتاعتي. فقلت عشان انزل من هنا لهنا عشان اقف هنا انا هحتاج ان انا اعمل تفاضل، وهحتاج قيمة الفا اللي هتحدد لي قيمة الجامب بتاعي، يعني هنط نقطة كبيرة ولا هفضل ماشي اعمل جامبنج صغير صغير خالص لحد ما اوصل هنا. وقلنا ان انا بختار قيمة الفا ما تكونش كبيرة قوي عشان ما تخلينيش اجي من هنا مثلا لهنا، فبالتالي هتضيع لي القيمة اللي هي فيها الاوبتيمال اللي هي فيها المينيمم الجلوبال مينيمم. فقلنا هنشوف قيمة تاخد جامبنج كبير وبعد كده جامبنج صغير وبعد كده جامبنج صغير، زي المثال اللي ضربناه بتاع لعبة الهوكي. تمام، خلونا نشوف الكود مع بعض. انا عندي الكود اهو. احنا قلنا الاول عشان يعني خلينا نفصص البروبلم اللي معانا دي، عشان اجي من هنا لهنا انا محتاج عدد اتريشن، محتاج قيمة ام وقيمة البي، قيم بدائية خالص الالجوريزم بيبدأ بيها وليكن بصفر. يعني برضو خلينا نشوف على موقع ديسموس، يعني ده موقع بتديله قيمه بتديله المعادله بتاعه اللينير ريجريشن وبيمثلها لك على الرسم هنا. فانا بدات قيمه كتبت المعادله هنا ايه ام اكس بلس بي، بتديله الام بزيرو، اديت له الام بزيرو واديت له البي بزيرو اللي هو اللاين الاحمر ده، فانا بالتالي بصفر. يعني تخيل ان احنا عندنا داتا موجوده هنا، وانا هبدا ارفع في اللاين ده كده لحد ما يفيت الداتا دي بشكل صحيح. فاحنا هنبدا الام بصفر وبي بصفر. تمام، فقلت الام اللي هسميها الام كارنت بزيرو، والام كارنت والبي كارنت بدات الاثنين بزيرو، وقلت هحتاج عدد اتريشن، بدات مثلا ب 10 اتريشن، وهنبدا نجرب طبعا في الاتريشن ونعدل فيها عشان نشوف اقل، يعني هنشوف الاتريشن العدد المناسب اللي هيوصلني للجلوبال مينيمم. وعملت الام اللي هي الفيتشرز بتاعتي اللي هي السامبل سايز اللي بتكون متوزعه على الداتا، متوزعه على الجراف، يعني عندي الاكس هنا والواي هنا، فالداتا بتكون متوزعه هنا. فالاكس دي هي الان دي هي اللي فيها متخزن فيها اللينس بتاع الاكس او بتاع الفيتشرز اللي معايا، والليرنينج ريت هو الالفا بتاعتي، اديتها قيمه 1 من 1000. بعد كده عملت فور لوب على الاتريشنز اللي هي دي اللي هي العشرة، اللي هي عملت فور لوب على الاتريشنز عشان كل مرة هحسب فيها قيمة الام بكام وقيمة البي بكام وقيمة الكوست فانكشن بكام وقيمة الاتريشن انا بحددها برضو. طيب بعد كده قلت ان الواي بريدكت القيمة اللي انا اتوقعها اللي هي الام كارنت في الاكس بلس البي كارنت، ده القانون اللي احنا عارفينه اللي هو الواي ام اكس بلس بي اللي ببدا بيه خالص في الاول خالص. الام كارنت عندي هنا بصفر اللي هي انا دي، والبي كارنت عندي بصفر برضو، دي القيم الانيشال اللي انا ببدا بيها واحده واحده بعدلها. بعد كده بحسب قيمه الايرور عشان اعرف انا بعيد قد ايه عن القيم التريننج بتاعتي عشان ابدا اقرب من البيست فيت لاين بتاعي منها. فهحتاج الكوست فانكشن، احسبه المعادله بتاعه الكوست فانكشن اللي هي 1 على ان، الان دي قلنا اللي هي السامبل سايز بتاعتي، سميشن اتش واي ناقص الواي هات لو تفتكروها، كل تربيع. فالواي ناقص الواي بريدكت اللي هي دي، الواي بريدكت اللي هي القيمه المتوقعه، فسكوير. السكوير بيتعمل ازاي؟ بيتعمل ان انا بقول الفاليو اللي هتعمل لي فور لوب دي، بضربها اقول نجمه نجمه 2، يعني ده كده بيعمل لي الاس، يعني واي ناقص واي هات سكوير والفور لوب عشان يمشي لي على كل العينه اللي عندي. تمام، وبعد كده هلاقي ان اللاين بتاعي بعيد زي ما شفنا هنا في الموقع بتاع ديسموس، هلاقي ان اللاين بتاعي بعيد فهبدا اعدله، يعني هبدا ازود في قيمه الام اللي هو الميل بتاعي هبدا ازود فيه كده، وقيمه البي اللي هو الواي انترسبت هبدا اطلع كده وانزل، يعني المفترض هنا عشان يقدر يعمل فيت للداتا اللي موجوده هنا. تمام، طيب بعد كده هعمل تفاضل اولت عشان اقلل الايرور، هعمل بارشال دريفاتيف. بارشال دريفاتيف مرتين اتنين، مره بالنسبه للام ومره بالنسبه للبي. مره بالنسبه للام فاضل المعادله بتاعت الكوست فانكشن بالنسبه للام، فهيكون الشكل ده بتاعها. تمام، يعني لما فاضل هجيب الاس اللي هو بيبقى موجود هنا هنزله قدام، هيبقى سالب 2 على الان. طبعا السالب دوت جه لان انا بفاضل اللي جوه هنا ده، فالتفاضل بتاعه هيبقى هيديني السالب ده،
فالاثنين قلت الاس هنزله سميشن واي ناقص الواي بريدكت، وطبعا الاكس ديت اللي هي الفيتشرز بتاعي. خلي بالك ان هنا سيمبل لينير ريجريشن، فانا عندي فيتشر واحد اللي هو الاكس بس. يعني في حاله ان انا كان عندي مالتي لينير ريجريشن وعندي اكتر من اكس، فانا هعمل كذا العمليه دي على وهقول اكس بقى اكس نو اكس 1 اكس 2 وهزود في اكسات. وخلي بالك ان الام برضو بتبقى مجموعه على الاكس في المعادله، يعني المعادله ام اكس بلس بي، فالام بتبقى مضروبه في الاكس تمام. وبعد كده البي بتبقى مجموعه على البي، فالبي مش بتبقى مضروبه في حاجه، فانا فاضي الكوست فانكشن اللي هو ده بالنسبه للبي هيديني اللاين ده اللي هو سالب 2 على الان سمشن ماينس الواي بريدكت بس. وبعد كده هكون انا نزلت وان اتريشن، يعني هكون انا نزلت محاوله هنا، فانا النقطه الحمراء دي هتبقى واقفه هنا، فعشان احسب النقطه الجديده دي انا عايز احسبها، اقوم جاي هنا اقول ان الام كرنت الجديده هتساوي الام كرنت القديمه ناقص الليرنينج ريت اللي هو الالفا اللي بتحدد لي انا هعمل جامبنج بنسبه قد ايه. هنا واحد من الف مضروبه في الدريفاتيف بتاع الام، مضروبه في الدريفاتيف بتاع الام عشان تحدد لي انا لما دي لما الالفا بتدي لي في الدريفاتيف بتاع الام بتحدد لي انا نزلت بخطوه قد ايه. والبي كرنت نفس الكلام، البي كرنت الجديده هتساوي البي كرنت البي كرنت القديمه، دي بي مش ام، بي كرنت القديمه ناقص الليرنينج ريت مضروبه في البي دي اللي هو التفاضل بتاع البي بالنسبه للكوست فانكشن تمام. وبعد كده هعمل برنت للام عشان اعرف كل مره كانت قيمه الام بكام. انا عملت فور لوب هنا خد بالك للاتريشن، عايز اعرف بقى كل مره الام بكام والبي بكام وقيمه الكوست فانكشن بكام وقيمه الاتريشن بكام. اديت له وقيمه الاي، الاي دي اللي هي الاتريشن اللي هتعمل لي فور لوب على القيم بتاعتي طول ما هي نازله، طول ما هي نازله هنا، طول ما هي نازله لحد ما توصل هنا هفضل احسب الام والبي والاتريشن والاي اللي هي والكوست فانكشن تمام. بعد كده جيت بقى اديت له قيم، خلي بالك دي ميثود انا عملتها اهي اسمها جريديانت ديسنت، بتاخد تو بارامتر اكس وواي، فهنادي هقول ان الاكس هي الان بي دوت اري، انا عملت امبورت مكتبه نمباي عشان اعمل اري، والاري هو 1 2 3 4 5 ده الاكس، والواي بتاعي هو الاري من 5 7 9 11 13. وناديت على الفانكشن بتاعتي اللي هي جريديانت ديسنت واديتها الاكس اللي هي دي واديتها الواي تمام. خلينا نشوف الرن كده مع بعض. بص بقى، يعني انا عملت عدد اتريشن 10 اتريشن اللي هم من 0 ل 9 تمام. انا عيني هنا بتكون على البي، هلاحظ ان البي يعني كوست فانكشن بدات من 89 84، هلاحظ ان هي عماله تقل. طب خلونا مثلا يعني نزود عدد الاتريشن نخليها 100 ونشوف كده هتبقى بكام كوست فانكشن. ده هنا قلت اكتر، يعني بص بقت 1 من 10. طب ممكن نزود الليرنينج ريت الالفا بتاعتنا نخليها مثلا 9 من 1000، نعمل رن للكود. هنا برضو قلت اكتر، يعني الكوست فانكشن قلت. شوف كل ما بزود الاتريشن خليها مثلا 1000، كل ما زود الاتريشن كل ما تلاقي الايرور بيقل معايا. واو هنا يعني بص يكاد يكون مفيش ايرور. فبالتالي انت بتفضل تلعب في قيم الالفا وقيم الاتريشن بتاعتك لحد ما تقلل الكوست فانكشن بتاعك. طيب بيعرف ازاي ان هو لازم يوقف؟ اول ما يلاقي الدريفاتيف بزيرو يعني بيبقى موازي للاكس، فبالتالي بيعرف ان هي دي قيمه الجلوبال مينيمم فبيوقف. تعالى اوريها لكم مثلا هنا في يعني على جوبيتر كده صفحه جميله. بص يا جماعه، بص يعني القيمه بتبدا من هنا بتبدا تقل تقل تقل، وكل مره بيحسب الميل هيلاقي الميل سالب، فيفضل ينزل ينزل هيفضل ينزل لحد ما يلاقي ان الميل بيساوي زيرو. بص كده الميل سالب، في اللحظه دي كان الميل بيساوي صفر فهو وقف هنا. يعني بص وبص ان عدد الاتريشن كام، يعني الجامبنج قليل خالص، يعني مفيش يعني هنا الالف قيمتها صغيره جدا بيثبت هنا. بس هو الموضوع سهل خالص والكود بسيط خالص، وهسيبه لكم تحت في الديسكريبشن، وهسيب لكم برده شويه حاجات مهمه يا ريت تبصوا عليها. واشوفكم على خير في محاضرات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.